حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في برنامج المؤشر وفي الفتره الثانيه منه التي نتابع فيها معكم ختام التداولات التي بداناها في هذا الاسبوع والسيوله الضعيفه التي حدت من ارتدادات كثير من الشركات التي تراجعت في الاسبوع الماضي. نتابع المزيد حتى النهايه وايضا تفاصيل مكونات السوق الأول وكذلك أيضا السوق الرئيسي والشركات التي نشطت فيه اليوم مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت. وحياك الله عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، جلسه ضعيفه القيمه ولكن خضراء المؤشرات، وهذا واضح من خلال الاداء الضعيف لكثير من الشركات القياديه مما ادى الى ضعف السيوله، وهذا المتوقع مشاهدينا الكرام. لكن احنا نامل ان الايام القادمه ان نتخطى هذا الامر. مشكله السيوله مشكله كبيره جدا في الفتره الحاليه، ولكن حاليا هو تماسك واضح على جميع المؤشرات وتماسك لكثير من الشركات القياديه في هذه الجلسه لعده اسباب راح نذكرها مشاهدينا الكرام. ولكن الوضع ما زال مستقرا، ولكن ينقصنا السيوله التي ذهبت يعني الى 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 ما ادري وين يعني بالضبط، لكن ان شاء الله ترد السيوله بقوه الى كثير من الشركات القياديه، ونامل ان شاء الله ان تتعدل الاوضاع الى الافضل، خاصه بالنسبه للشركات القياديه اللي تراجعت بصوره كبيره جدا في الايام الماضيه، وخاصه جلسه الخميس وذاك الجلسه اليوم هي ارتداديه لهذه الجلسه لهذه الشركات، وعلى خاصه للقطاع المصرفي. نذهب مباشره للمؤشرات ومن ثم نبدا الحديث عن القطاع المصرفي تحديدا وارتداده في هذه الجلسه بعد بيع فوتسي يوم الخميس الماضي ب10 مليون دينار. اليوم لاحظ ارتداده جدا طيبه لكثير من الشركات القياديه. حاليا المشاهدين الكرام نشوف المؤشر السوق العام 24 نقطه و14 نقطه، 5044 نقطه و17 نقطه، بكميه تداول 89 مليون و600. هذه الكميه تمت من خلال 4494 ب15 مليون 985، يقول 16 مليون. نصيب السوق الرئيسي 3 مليون، يعني السوق الرئيسي نزل عن الايام الماضيه مليون ونص تقريبا، بارتفاع بنصف نقطه تقريبا حاليا بعد كان متراجع قبل الاقفال، كان متراجع ولكن اقفل في المنطقه الخضراء بكميه تداول 45 مليون 878. اما السوق الاول فمرتفع اكثر 36 نقطه و13 نقطه، 5479 نقطه و19 نقطه، بكميه تداول 43 مليون 735، وبقيم تقارب 13 مليون دينار كويتي. أين تكمن التراجعات؟ وأين حدث التراجعات مشاهدينا الكرام؟ وأين كان الارتداد في هذه الجلسة؟ الشركات اللي تراجعت يوم الخميس القطاع المصرفي ارتدت في هذه الجلسة. الشركات اللي تقريبا يعني كانت في المنطقة الخضراء بقيادة برجان، اللي كان منطقة الخضراء صعد تقريبا ثلاث فلوس في جلسة الخميس، اليوم برجان يتراجع، يعني السوق الشركات اللي تراجعت في الخميس ترتد اليوم، والشركات اللي ارتفعت يوم الخميس تتراجع في هذه الجلسة. هذا بالنسبة للسوق الرئيسي. السوق الأول السوق الرئيسي اليوم في نشاط على أكثر من شركة مشاهدينا الكرام، بقياده الاستثمارات الوطنيه، بقياده الكيبلات اليوم نشطه للغايه وفيها نشاط جدا ممتاز ودخول قوي جدا، تجاوز فيه مستوى ال 530، لم نرى هذا السعر من فتره طويله بالنسبه للكيبلات، وكذلك بعض الشركات الاخرى راح نتكلم عنها مشاهدينا الكرام. واحنا حاليا دشينا المزاد، خلينا نشوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه، اول جلسات الاسبوع، الجلسه الخضراء حتى هذه اللحظه ولكن ذات القيمه المتدنيه. الى الوطني تحديدا، ونشوف الوطني هل راح يكون عليه دخول في نهايه هذه الجلسه ولا لا؟ الوطني 798 مطلوب 15000، لكن العرض 799 14000، لذلك الوطني راح يكون في المنطقه الخضراء وراح يرتفع اكثر لحد الان، راح يرتفع اكثر لحد الان. الخليج 212، العرض اكثر من الطلب لكن ممكن يكون هناك دخول على الخليج في نهايه هذه الجلسه. الدولي مستقر، برجان يتراجع في هذه الجلسه مشاهدي الكرام، احنا شفنا برجان يعني كان صعود يعني يوم الخميس جميع البنوك كانت على تراجع باستثناء برجان اللي كان مرتفع ثلاث فلوس. بيتك حاليا باستقرار بعد ان كان يعني صاعد قبل الاقفال، حاليا راح يدش المنطقه الخضراء في نهايه هذه الجلسه، يعني ما في عروض كبيره جدا لجميع الشركات والطلبات كذلك ضعيفه، ممكن هذه الطلبات تهيئ بعض الاسهم الى المنطقه الخضراء، تهيئ بعض الاسهم المنطقه الخضراء. مشاريع الكويت اليوم أكثر تداول 6 مليون 890، تداول قوي جدا على مشاريع الكويت. وعند الـ 174 حاليا يعرض 163 84 ألف المشاريع. المباني في المنطقة الحمراء في هذه الجلسة لكن ممكن تعدل في نهاية هذه الجلسة، 624 متراجعة تقريبا 5 فلوس تقريبا، 481. الصناعات الوطنية اليوم نلاحظ مشاهدينا الكرام 165 داولها مليون 700، وبيان التكنولوجيات يعود للمنطقة الخضراء، زين القرين آسف في المنطقة الخضراء، جيليتي في المنطقة الخضراء، زين في المنطقة الخضراء، كذلك هيومن سوفت. الأهلي المتحد البحريني هو نجم التداولات في السوق الأول.
اليوم يرتد ارتداد جدا طيب، رغم ان الاقفال كان سلبي يوم الخميس، واقفال يعني على مستوى 76، اليوم قاعد اتكلم عن 180 حاليا، والطلبات جيده، حتى العروض ضعيفه جدا اسوه بالايام الماضيه، لذلك الاهلي المتحد البحريني هو افضل اداء في بالنسبه للسوق الاول. اما بنك وربه فعلى استقرار حاليا وميزان المرتفع، وراح يتم على ارتفاع برج المتكامله المتراجعه بعد ان كانت بدايه جيده المتكامله في بداية الجلسة، ولكن تراجعت إلى مستوى 425 حاليا. شو راح يصير بالإقفال ما يبين معاي، لكن لحد الآن 425 بالنسبة للمتكاملة، هذا بالنسبة للسوق الأول. لكن لو نذهب قليلا لبعض الشركات قبل إقفال المزاد مشاهدين الكرام للسوق الرئيسي، نجد بأن هناك يعني الاستثمارات الوطنية هي الأفضل، وكذلك التسهيلات التجارية لليوم آخر يوم تاريخ الحيازة. اللي يشتري التسهيلات اليوم ياخذ ارباح 18 نقدي، لذلك ارتفعت التسهيلات عند مستوى 214، ولكن حاليا تعرض التسهيلات عند 210 10000، والطلب عند 211 4000 فقط، لاقية تداول 523. ايفا في المنطقه الحمراء وراح تتم على هالمنطقه، الاستثمارات الوطنيه اليوم بوضعيه جيده، لكن راح من 100 ونص الى 100 فقط لا غير، والساحل في على استقرار بيت الاوراق الماليه اليوم وضعيتها جدا ممتازه ونشاط واضح لبيت الاوراق الماليه مشاهدينا الكرام، كذلك ارزان اليوم بدوره جدا ايجابيه عند مستوى 39.7، ولكن حاليا معروض 39.5، يعني راح يتراجع عشري الفلس حتى هذه اللحظه، باجي دقيقه بالضبط. المركز المالي في المنطقة الخضراء وكميفك على تراجعه والأولى في على استقرار، والمال كذلك بتراجعه، وخلنا نشوف معكم نرد مرة ثانية للسوق الأول، نشوف السوق الأول ايش راح يصير فيه في نهاية هذه الجلسة. لحد الآن مشاهدين الكرام الوطني بوضعية جيدة، لا ما قاعد أشوف أي دخول حاليا، لكن مستقر ممكن يرتفع أكثر. الخليج واضحة معي الرؤية أمانة، الدولي على استقرار، برقان على تراجع لحد الآن، بيتك ممكن بيتك راح يدش المنطقة الخضراء إن شاء الله، كذلك بوبيان في المنطقة الخضراء، مشاريع الكويت العروض أكثر، زادت الطلبات على بعض الشركات مشاهدين الكرام، لبعض الشركات قاعد يزيد الطلبات، يعني ميزان راح يرتفع أكثر، طلب سهم واحد لميزان عند 620 والعرض 610 لميزان، ميزان راح يكون منطقة الخضراء. نشوف بعض الشركات الأخرى، لكن هيومن سوفت العرض اكثر من الطلب، العرض 18000 والطلب 5878 عند دينارين 753. نلاحظ الشركات الاخرى، هذا بالنسبه للشركات القياديه حتى هذه اللحظه، ونشوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه. المتكامله يعرض 424، راح يتراجع اكثر، 3500 يعرض المتكامله عند 424، هذا بالنسبه للسوق الاول، ودشينا المزاد، ونشوف اللحظات الاخيره مشاهدينا الكرام ايش راح يصير في نهايه هذه الجلسه. الجلسه الواضحه بان المنطقه الخضراء راح تكون لهذه الجلسه، ولكن السيوله ضعيفه للغايه، لن تتجاوز 17 مليون اللي قاعد اشوفه، لان الطلبات ضعيفه للشركات القياديه في نهايتها، وهي اللحظات الاخيره مشاهدينا الكرام من عمر هذه الجلسه. الجلسة اللي ارتدت ارتداد فني بعد تراجعات الخميس الماضي. السيولة عند 16 مليون، ارتفاع المؤشر سوق العام 24 نقطة و14 نقطة، السوق الرئيسي نصف نقطة، والسوق الأول عند 36 نقطة و13 نقطة حتى اللحظة، وأعتقد الثواني الأخيرة حتى الدخول على بعض الشركات من الوطني 98 و99 لحد 799، يعني لحد الآن مشاهدينا الكرام راح يرتفع الوطني إن شاء الله. راح يرتفع الوطني، لكن لحد الآن مش ما قاعد أشوف أي دخول والله واضح للوطني لحد الآن، لكن زادت الطلبات على الخليج والدولي عند وضعيته، برقان عند 193 لحد الآن ما في تغيير، بيتك راح يكون في المنطقة الخضراء، مشاريع الكويت غير واضح الرؤية معاي، نشوف بعض الشركات الأخرى مشاهدينا الكرام لحد الآن السوق الأول على وضعيته، وها هي اللحظات الأخيرة دشينا 39 وشوي مشاهدينا الكرام، وبانتظار الإقفال في هذه اللحظات لكثير من الشركات، ها هو الإقفال الوطني. في الوطني لا ما في اي صفقه، الخليج يرتفع فلسين، الدولي بفلس واحد، بيتك فلس واحد، الكويتيه على استقرار خصوصيه بالتسهيلات بخمس فلوس ارتفاعا، مشاريع الكويت بثلاث فلوس ارتفاعا، البيت بفلس و19 فلس، الزان ب13 فلس، كامكو بتراجع، الصكوك كذلك بارتفاع، الامتياز بارتفاع بتراجع اسف فلسين ونص،
عقارات الكويت اليوم تاريخ الحيازه كذلك عقارات الكويت تتبع بنصف فلس، الوطنيه العقاريه بتراجع، التمدين بارتفاع، اركان على استقرار، مراكز بارتفاع، كيبلات بتسع فلوس ارتفاع عن السفن بفلس واحد، وزين فلسين صعودا، سينرجي على تراجع، هيومن سوفت ب 47 فلس ارتفاعا، وبيت الطاقه على تراجع، بترو جلف بارتفاع بعشري النقطه، رمايه كذلك بارتفاع ب 14 النقطه، الفلس اسف الجزيره ب 14 فلس الجزيره، الدخول قوي جدا على الجزيره، الاهلي البحريني 180 ودخول قوي جدا على المتحد البحريني، بنك وربا المستقل وميزان على استقرار واستثمارات والمتكامله بتراجع بخمس فلوس، وصل كوك المرتفعه ب 10 فلس، الدولي ها هو الشراء بعد المزاد، دبي الاولى، الخليج بشراء 213، الحصيله مشاهدينا الكرام نفس قبل اقفال المزاد، نفس الشيء ما تغير شيء، يعني رد السوق الرئيسي الى المنطقه الحمراء. وارتفع شويه السوق العام زياده 25 نقطه و4 ونصف نقطه تقريبا 5045 نقطه و47 و17 نقطه بكميه تداول 92 مليون 800، هذه الكميه تمت من خلال 4732 وبقيم 16 مليون و500، قلنا ما راح توصل المستوى 17 مليون وهو حاصل مشاهدينا الكرام 16 و500، نصيب السوق الرئيسي 3 مليون و200 في هذه اللحظات المتراجع ب 18 النقطه، فيما السوق الاول طلع في شراء على عقارات الكويت، عقارات الكويت تطلب 84 لان باكر عقارات الكويت من غير استحقاق وتوزيع 5% منحه، 5% منحه لعقارات الكويت، فيما السوق الاول من 35 الى 38 ونص ارتفاعا 5482 وبقيم 13 مليون 321 الاف كو بصعود فلسين مشاهدينا الكرام، واسمنت الكويت على تراجع وهو الشراء في نهاية هذه الجلسة، قاعد نشوف يعني وضعية جيدة لبعض الشركات مشاهدينا الكرام بإقفالات المزاد، ولكن الشركات القيادية هي الأفضل لحد الآن، أفضل بعد نهاية هذه الجلسة، وبعض الشركات القيادية لم تحدث فيها أي إقفالات، الوطني كان ممكن يقفل بزيادة فلس، كذلك بعض الشركات القيادية الأخرى كان ممكن تقفل بزيادة فلس تقريبا أو فلسين، لذلك الطلبات كانت ضعيفة في نهاية هذه الجلسة بالنسبة لبعض الشركات القيادية. السوق الرئيسي على وضعيته ما تغير شيء، ولكن تراجع بعض الشركات أدى إلى تراجع ما يقارب النقطة، ولاحظنا السيولة ضعيفة في السوق الرئيسي إشوة بالأيام الماضية، تعودنا على 4 مليون ونص 5 مليون، ولكن اليوم 3 مليون وشوي، هذه السيولة يعني ما لاحظنا فيها كمية تداول إلا على بعض الشركات الصغيرة، لكن خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام السوق الرئيسي وبعض الشركات اللي فيها كمية تداول، واليوم خاصة يعني بعد أن كان يعني هذا السوق نشط في الأيام الماضية، اليوم كذلك في نشاط، ولكن لبعض الشركات وبعض الشركات تراجعت لجني الأرباح بعد صعود قوي جدا في الفترة الأخيرة. يعني ما راح نذكر السوق الأول مشاهدينا الكرام على وضعيته ما تغير شيء. لكن نشوف اليوم استثمارات الوطنية تداول 1,700,000 بيدفع 110 النقطة الفلس 100.1 وارتفاع اليوم عند البيت اليوم نشط لغاية 39.4 بيت الأوراق المالية تداول 3 مليون وارتفاع لأرزان ب 39.5 مليون و600 والأولى لا الأولى على تراجع كميات السلام كذلك بتراجع مليونين وشوي تداول ونلاحظ الامتياز بتراجع مشاهدين الكرام تداول اليوم 1,800,000 وتداولات عند سنام اليوم تبادل عند سنام اللي صار على سلام تبادل لاحظوا خصوصية مشاهدي الكرام شراء الخصوصية أغرت الجمعية العمومية يوم الخميس الماضي توزيع أسهم منحة بنسبة 10% لذلك لاحظ الخصوصية اليوم بنشاط واضح في هذه الجلسة أما بالنسبة لبقية الشركات الأخرى عندي دبي الأولى اليوم على استقرار 3 مليون 800 عندي مزايا المتراجعة في هذه الجلسة 1,077,000 عندي مدينة الأعمال بتراجع لكن تداولها 1.5 مليون عندي اليوم أنس بنت الكويت جني أرباح بعد صعود قوي جدا الفترة الأخيرة اليوم 1,800,000 وكذلك الكيبلات اليوم منطقة الخضراء ولكن ب 514 ما في كمية تداول كبيرة جدا نلاحظ رماية ب 14.1 3 مليون وشوي مشاهدينا الكرام بترو جلف اللي مرتفع عشري الفلس تقريبا ب 4 مليون و600 آن كذلك مرتفعة ب عند 11.6 مليون و200 ولاحظنا الارتفاع على الدانة اليوم 11.1 وارتفاع للوجستيك في نهاية هذه الجلسة يعني بعض الشركات فيها ارتفاع جيد مشاهدينا الكرام ارتفاعات لا بأس فيها ولكن ننتظر مشاهدينا الكرام الأيام القادمة ممكن تعود السيولة لكثير من الشركات وخاصة الشركات القيادية التي غابت عنها الكميات وغابت عنها السيولة في هذه الجلسة وهي أول جلسات الأسبوع نأمل مشاهدينا الكرام جلسة الغد أن تعود السيولة إلى سابق عهده ونشوف وضعية ممتازة لبعض الشركات القيادية ونتمنى التوفيق للجميع كل شكر لك راد ولمشاهدينا الكرام شكرا لك عايد يعطيك العافية مشاهدي الكرام تابعنا معكم بداية جلسات هذا الأسبوع وهذا الضعف في السيولة الذي حد من ارتدادة كثير من الشركات القيادية واللي كانت على تراجع في الأسبوع الماضي لكن شفنا أيضا نشاط واضح على أهلي بحريني وأيضا شفنا كذلك بيت
وأيضا مشاعر وغيرها أيضا من أسهم السوق الأول كان عليها نشاط اليوم، وكذلك أيضا بعض الشركات الصغيرة، لكن أغلق السوق على تراجع وكذلك أيضا على ضعف في السيولة ملاحظ في جلسة اليوم وفي بداية هذا الأسبوع. دعونا نقرأ هذه البداية لهذا الأسبوع على هذا النحو وهذا الضعف في السيولة مع ضيفنا لهذا اليوم وهو مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر. حياك الأستاذ فهد، يا أهلا ومرحبا فيك. حياك الله أستاذ فهد، تعطينا صورة عامة عن جلسة اليوم، تعليقاتك عليها أيضا على ضعف السيولة. نعم، فأعتقد جلسة اليوم جلسة يعني واضح أنها ضعيفة، يعني من خلال الكمية والصفقات والقيمة، ونلاحظ حتى يعني الرغبة في الشراء في على القطاع المصرفي والسوق الأول ضعيف نسبيا، وانعكس هذا على السوق الرئيسي بشكل عام. أنا أتوقع يعني معظم الأسبوع يبدي تصير عملية تصاعدية تدريجية، لأن عندنا هذا الأسبوع ويعني باقي لنا سبع مع عدد يومين يمكن من الأسبوع القادم هي إغلاقات النص سنوية، واعتقد لها حيكون لها دور كبير جدا خلال التداولات اليوم القادم، بس لكن تداولات اليوم ضعيفة فيها نوع من الحذر، اعتقد كلها من يعني اسباب ما حدث في الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع اللي قبله او نهاية الاسبوع اللي قبله، يعني من 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 يعني تفاعلات من خلال التصريحات ويعني وتغيير بعض مؤشرات قدسي والبيع اليوم الخميس، اعتقد كلها كان اثر علينا في جلسة اليوم، ولكن اعتقد الرغبة حتبدي تزداد تدريجيا الى اغلاقات النص سنويه، وهذا يعتقد حتكون لها دور كبير جدا لان لها علاقه في المحافظ والصناديق، اعتقد يفترض ان يهتمون في هذه الاغلاقات. انا اعتقد لا نزال احنا في يعني قيم سعريه جيده خاصه للسوق الاول، هناك كثير من الفرص الاستثماريه، كذلك هناك في فرص كثيره في السوق الرئيسي قيمها اقل من قيمها العادله، من ناحيه مقرراتها الربحيه انخفضت بشكل ايجابي، الى ان يتم الاعلان عن البيانات الماليه الربع سنويه والنص سنويه خلال يمكن الاسابيع القادمه. انا اتوقع لا نزال فرصه استثماريه جيده لجميع الشركات اللي ذات ملاءه ماليه عاليه. ممتاز، حدثنا عن مستويات ال 180 فلس عند اهلي متحد من حيث نشاطه اليوم في الكميات وكذلك ايضا في القيمه المتداوله. يعني وكثير من يمكن البنوك وبالاخص يمكن الولايات المتحده رجعت اسعارها الى ما قبل تقريبا سنتين، فاسعارها كقيمه لو رجع يعني قارناها بالمقررات الربحيه والتوزيعات الارباح والعائد على الاستثمار، اعتقد فرص استثماريه عاليه جدا. هذا من ناحيه، مره ثانيه هي ليس دعوه للشراء ولكن كقيمه سعريه يعني فرصه، اعتقد يعني هو تاثر في احتمال عدم الاندماج مع بيتك وانخفض بشكل كبير جدا، اللحظه هو احد البنوك اللي لم يسترجع حتى من ازمه كورونا النزله اللي نزلناها نزله كبيره، اعتقد لا نزال هو في القاع، فاعتقد هي فرصه استثماريه جيده هو وكثير من بعض البنوك حتى الاهلي الكويتي والمتحد الكويتي، لاحظ ان هناك في فرص ايجابيه، بنك الدولي، لا نزال اعتقد معظم قطاع المصرف في بيتك الوطني كلهم اعتقد في فرص استثماريه جيده على المدى المتوسط. ممتاز، اليوم شفنا ايضا سهم مشاريع الكويت، شفنا نشاطه منذ انطلاق يعني وقت جلسه اليوم حتى الختام وهو نشط، كيف تعلق عليه؟ يعني حتى نشوف بنك برقان في فرص استثماريه جيده من ناحيه، لان اعتقد مشاريع يعني اسعارها لا تزال منخفضه، الاستثمار عليها ايجابي، اعتقد يعني انا لا اخصص شركه عن شركه، ولكن معظم السوق الاول في فرص استثماريه ممتازه، ممكن تنشط شركه عن شركه من خلال الجلسات القادمه، ولكن اعتقد لا نزال في فرص استثماريه من ناحيه فنيه ومن ناحيه ماليه الى ان يتم الاعلان عن البيانات الماليه النص سنويه. كذلك هناك في شركات، اذكر ان في شركات في السوق الرئيسي، هناك شركات ذات ملاءة مالية عالية جدا، واعتقد بياناتها واسعارها انخفضت ولا تزال لم تسترجع يعني نسبة يعني ارتدادها اللي شهدناها من بعض الكثير من الشركات خلال الاسابيع الماضية. ممتاز، ماذا عن السوق الرئيسي؟ ماذا عن ابرز الاسهم او حتى الشركات اللي كانت نشطة اليوم؟
نعم، يعني عندنا يعني شركات نشطه كثيره في السوق الرئيسي، فيها عمليات مضاربيه، وكذلك فيها فرص يعني من يشتري ويحتفظ فيها الى الاسابيع القادمه، اعتقد حيكون لها ردود فعلي. ولكن نلاحظ ان في بعض المجاميع اللي تنشط كعمليه مضاربيه بحته من ناحيه، ونشوف هناك في بيع وشراء، ونشوف الكميات تزداد بنسب كبيره جدا. يعني هناك في ذات شركات ذات ملاءه ماليه، يعني اليوم نشوف الكابلات صار لها كم يوم في ارتفاع في نسبه تداولات ايجابيه، وهناك كثير من الشركات ذات يعني تساوي الكابلات في توزيع، وهناك لها طبعا استحقاقات توزيعات ارباح اليوم جمعيتها العموميه، فهناك في كثير من الشركات لا يزال في السوق الرئيسي فرص استثماريه ممتازه. يعطيك العافية وكل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات، مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدي ومتابعين برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله على خير لمتابعة ثانية جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.